الدعاء على من تعلق نعمة من الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يذكر الله، نعم يذكر شكر الله.
الإنسان الذي يشتري المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الرجل الذي يشتري المسجد فقول لا أرحم تجارته. على مشكلة رأيت الإنسان الذي يحمي غير الله، فقل قال عليه الصلاة والسلام: كان الله فبحمد غيره. أو تقول لهذه المرأة: اتق الله حتى يكون من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم. إذا هناك فرق بين الدعاء على المعين وعلى وجه العموم. نعم. فقلنا لها فرقة وتمام. لماذا يقول في هذا الباب ما جاء فرقة وتمام؟ في الباب الأول قال باب من الشرك. ما الفرق؟ هل هي فرقة أم لا؟ لماذا نقول من الشرك فرقة وتمام؟ لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. والتمام كلها من الشرك إلا كانت من القرآن فهي محرمة. ليست من الشرك مفهوم مرة أخرى. بعض الأحيان لا يرى من الشرك أن فيها نفسك. الرقية تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية. الشرعية الأول إعتراف الرقية الشرعية هو أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية ولا توجد رقية غير اللغة العربية. الثالث يعتقد أنها سبب تكون من الكتاب والسنة أو تسمع إلى مسلم. أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع إذا أراد أن يقرأ عن السبب يرى أن نسمع ونفهم ما يقول لا يجمع أن يعتقد أنها سبب ولا تكون الرقية غير اللغة العربية. هل يصح أن يدعو إلى الرقية باللغة الفرنسية أو اللغة الهندية أو اللغة الإيطالية أو كذا أو اللغة الإنجليزية؟ يصح شرطا أن لا يغير الأسماء الحسنى. هذا الذي يقوله بعض الناس طلبوه من الإلحاح بأسماء الله. لا ليس بأسماء الله. تقول يا الله ثم تدعو باللغة تدعو إلى أشياء لكن الأسماء الحسنى تدعو كما هي. هذا اسم جمعة في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي اللغة الهندية. ولا ممكن أن أقول له جمعة في اللغة العربية وغاية في اللغة الإنجليزية. ما ممكن الأسماء كما هي في كل اللغات. مفهوم؟ نعم. إذا يصح أن يدعو بغير اللغة العربية بشرط لا يغير الأسماء الحسنى. يا الله يا رحمن يا حي. إذا اختل شرط الشرط الثالث تنتقل هذا الرقية من الشرعية إلى الشركية. بعد ما جاء في الباب ما جاء في الفقرة التمام كلها من الشرك لأن كانت من القرآن هي محرمة لدخول تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفقرة الثمانية ولكراهية السلف وكراهية السلف الحين وفيها فتح باب شرع على الناس أن المرأة تلبس تميما من القرآن يظن أن كل التمام جائز وفيها الأمر الرابع فيها امتهان للقرآن لما قد يدخل فيها الحمام أو إذا كانت على طاولة الصحيح قد يأتيها شيء من البول وغيرها. نعم. الصحيح يبقى معنا الآن أخذنا أن أقسام الناس بالاعتقاد في الأسباب ثلاثة صحيح شكلها وشبهها أقسام الناس بالأخذ بالأسباب وقسم الناس بالأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط قسم الفكر الأسباب جميل وقسم يظهر في الأسباب حتى يعتقد أن كل شيء له تأثير ويقول لو تعتمد في حاجة يرجع خرافية. نعم. والوسط جعلني لا أكره منهم أهل السنة لا يفهم من الأسباب إلا أخذ الله سبحانه وتعالى إما حسا كالدواب أو شرعا كالركن الشرعي مع اعتقاد أن هذا سبب. نعم. الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسبابه ولا هم من هذا تحديد هذا السفر في سفر أو في حضر لابد من ضبط هذا. نعم. أرسل رسولا هذا فيه يعني
لأنها طعامة لذواب الجن ولعظمة الآلهة